السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم لغتنا الجميلة، والتي سنتناول اليوم من خلالها موضوعا من موضوعات قواعد النحو العربي، وهو الجملة الإسمية. فما المقصود بالجملة الإسمية؟ ومما تتكون الجملة الإسمية؟ هذه الأسئلة وغيرها سنتناولها في درسنا اليوم، هيا بنا. أعزائي الطلاب، قبل أن نبدأ درسنا وهو الجملة الإسمية، هيا بنا لنتذكر بعض المعلومات السابقة. فقد تعلمنا في حلقات سابقة أقسام الكلام، وقلنا إن الكلام ينقسم إلى ثلاثة أقسام: اسم وفعل وحرف. وقلنا أيضا من علامات الاسم: يقبل ألا التعريف، يقبل التنوين، يدخل عليه حرف الجر. انظر عزيزي الطالب إلى الجمل التالية: الشمس محرقة، الغراب عطشان، الماء بعيد. هيا بنا مع الجملة الأولى: الشمس محرقة. جملة بدأت بكلمة الشمس، ونوع هذه الكلمة من حيث أقسام الكلام هي اسم، إذن جملة بدأت باسم وبالتالي جملة اسمية. فالجملة الاسمية هي الجملة التي تبدأ باسم. مع جملة جديدة: الغراب عطشان. جملة بدأت بكلمة الغراب، جملة بدأت باسم، إذن جملة اسمية. الماء بعيد. جملة بدأت بكلمة الماء، جملة بدأت باسم، إذن جملة اسمية. ماذا نستنتج؟ نستنتج الجملة الإسمية هي الجملة التي تبدأ باسم. مع هذا التدريب، حدد نوع الجمل فيما يلي: الجملة الأولى: شرح المعلم الدرس، جملة بدأت بكلمة شرح، شرح فعل، إذن جملة فعلية. الجملة التالية: العلم نور، بدأت بكلمة العلم، والعلم اسم، إذن جملة اسمية. الجملة التالية: فلاح الحقل نشيط، بما بدأت هذه الجملة؟ بدأت بكلمة فلاح، بدأت باسم، إذن جملة اسمية. عزيزي الطالب، الجملة الإسمية تتكون من ركنين أساسيين، هما المبتدأ والخبر. فما المقصود بالمبتدأ وما المقصود بالخبر؟ لنرى ذلك، انظر إلى هذه الجملة: الشمس محرقة. المبتدأ في هذه الجملة الشمس. لماذا؟ ما نوع هذه الكلمة من حيث أقسام الكلام؟ هي اسم، بدليل أنه جاء معرفا بأل التعريف، إذن اسم معرفة. ما الحالة الإعرابية لهذا الاسم؟ إنها الرفع. اسم معرفة مرفوع. بدأت به الجملة الإسمية، بدأت به الجملة الإسمية، إذن هو مبتدأ. فالمبتدأ أعزائي الطلاب اسم معرفة مرفوع تبدأ به الجملة الإسمية، لذا سمي بالمبتدأ. الخبر في هذه الجملة محرقة. فلماذا؟ ما نوع هذه الكلمة من حيث أقسام الكلام؟ اسم
ما الحالة الإعرابية لهذا الاسم؟ إنه مرفوع. إذن اسم مرفوع، عما يخبرنا هذا الاسم؟ إنه يخبرنا عن الشمس، يخبرنا عن المبتدأ. الشمس ما بالها؟ إنها محرقة. إذن يخبرنا عن المبتدأ، وبه يتم معنى الجملة. فلو قلنا أعزائي الطلاب الشمس وسكتنا، هل نفهم شيئا؟ بالتأكيد لا، سنحتاج إلى خبر لكي يخبرنا عن الشمس. ما بالها؟ الشمس محرقة، الشمس ساطعة، الشمس جميلة. إذن الخبر هو اسم مرفوع يخبرنا عن المبتدأ وبه يتم معنى الجملة. الجملة التالية: الغراب عطشان. المبتدأ في هذه الجملة الغراب. لماذا؟ اسم معرفة مرفوع بدأت به الجملة الإسمية، إذن مبتدأ. الخبر في الجملة عطشان. لماذا؟ من حيث أقسام الكلام: اسم، الحالة الإعرابية لهذا الاسم الرفع، وبالتالي اسم مرفوع. عما يخبرنا هذا الاسم؟ يخبرنا عن الغراب. ما باله؟ الغراب عطشان. إذن يخبرنا عن المبتدأ وبه يتم معنى الجملة. الغراب ما باله؟ الغراب عطشان. إذن خبر للمبتدأ. الجملة التالية: الماء بعيد. المبتدأ في هذه الجملة الماء. من حيث أقسام الكلام: اسم، معرفة مرفوع بدأت به الجملة الإسمية، إذن الماء مبتدأ. أين الخبر؟ الخبر في هذه الجملة بعيد. لماذا؟ اسم، الحالة الإعرابية لهذا الاسم الرفع، وبالتالي اسم مرفوع. عما يخبرنا هذا الاسم؟ يخبرنا عن الماء. ما بال الماء؟ إنه بعيد. إذن يخبرنا عن المبتدأ وبه يتم معنى الجملة. فلو قلنا أعزائي الطلاب الماء وسكتنا لن نفهم شيئا، سنحتاج إلى خبر يخبرنا عن الماء. الماء بعيد. إذن يخبرنا عن المبتدأ وبه يتم معنى الجملة. هذا هو الخبر. نستنتج مما سبق: المبتدأ اسم معرفة مرفوع تبدأ به الجملة الإسمية، تبدأ به الجملة الإسمية، لذا سمي بالمبتدأ. الخبر اسم مرفوع نخبر به عن المبتدأ في الجملة الإسمية، نخبر به عن المبتدأ، لذا سمي بالخبر. حدد المبتدأ والخبر في الجملتين الآتيتين لنرى ذلك: الحجارة مجموعة في قاع الإبريق. أين المبتدأ؟ أعزائي الطلاب، قلنا المبتدأ اسم معرفة مرفوع تبدأ به الجملة الإسمية، إذن المبتدأ الحجارة، مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة كما نلاحظ. فأين الخبر؟ أين الكلمة التي تخبرنا عن المبتدأ؟ تخبرنا عن الحجارة. الحجارة ما بالها؟ مجموعة. إذن الخبر مجموعة، وهو خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة. الجملة التالية: الغراب قادر على الوصول إلى الماء. المبتدأ
في الجملة الإسمية الغراب مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، فأين الخبر؟ الغراب ما باله؟ ما خبره؟ الغراب قادر، إذن الخبر قادر وهو خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة، فقد أخبرتنا هذه الكلمة عن حال الغراب، عن المبتدأ. أعزائي الطلاب، انظر إلى الجملة التالية: الغراب عطشان. المبتدأ في هذه الجملة الغراب. ما نوع المبتدأ من حيث التذكير والتأنيث؟ الغراب مذكر. ما نوع المبتدأ من حيث الإفراد والتثنية والجمع؟ الغراب مفرد، إذن مذكر مفرد. لنرى الخبر: عطشان. هل الخبر في هذه الجملة مذكر مفرد؟ عطشان مذكر مفرد. ماذا نستنتج؟ نلاحظ أعزائي الطلاب أن الخبر وافق المبتدأ في التذكير والإفراد. إذن إذا جاء المبتدأ مذكرا مفردا سيكون الخبر مذكرا مفردا مع جملة جديدة: الشمس محرقة. المبتدأ أعزائي الطلاب الشمس، بدأت به الجملة الإسمية. ما نوع المبتدأ من حيث التذكير والتأنيث؟ الشمس مؤنث. ما نوع المبتدأ من حيث الإفراد والتثنية والجمع؟ الشمس مفرد، إذن مؤنث مفرد. لنرى الخبر: محرقة. ما نوع الخبر من حيث التذكير والتأنيث؟ مؤنث. ما نوع الخبر من حيث الإفراد والتثنية والجمع؟ مفرد. إذن ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أن الخبر وافق المبتدأ في التأنيث كذلك في الإفراد. لقد جاء المبتدأ مفردا مؤنثا، وكذلك جاء الخبر مفردا مؤنثا. الجملة التالية: الحلان ممكنان. المبتدأ الحلان مذكر، من حيث الإفراد والتثنية والجمع مثنى. لنرى الخبر: ممكنان. من حيث التذكير والتأنيث مذكر، ومن حيث الإفراد والتثنية والجمع مثنى. إذن وافق الخبر المبتدأ في التذكير والتثنية. لقد جاء المبتدأ مذكرا ومثنى، وكذلك جاء الخبر. المشكلتان محلولتان. المبتدأ المشكلتان مؤنث مثنى. لنرى الخبر: محلولتان مؤنث كذلك مثنى. ماذا نستنتج؟ وافق الخبر المبتدأ في التأنيث والتثنية. إذن جاء المبتدأ مؤنثا مثنى، وكذلك جاء الخبر. المجدون قادرون.
المبتدأ المجدون مذكر ويدل على الجمع، إذن مذكر جمع. لنرى الخبر قادرون مذكر وكذلك جاء جمعا. ماذا نلاحظ؟ لقد وافق الخبر المبتدأ في التذكير وكذلك في الجمع. لقد جاء المبتدأ مذكرا وجمعا، وجاء الخبر مذكرا وجمعا. الجملة التالية: العاملات نشيطات. المبتدأ العاملات، مؤنث جمع. لنرى الخبر نشيطات، الخبر جاء مؤنثا وكذلك جاء جمعا. إذن ماذا نلاحظ؟ لقد وافق الخبر المبتدأ في التأنيث والجمع. إذن ماذا نستنتج مما سبق؟ نستنتج: يتطابق الخبر والمبتدأ في التذكير والتأنيث والإفراد والتثنية والجمع. مع هذا التدريب أتمم الفراغ بأحد ركني الجملة الإسمية في كل مما يأتي. الجملة الأولى: صافية خبر. لقد جاء الخبر مؤنثا ومفردا، إذن سيكون المبتدأ مؤنثا ومفردا. سنقول مثلا: السماء صافية. مناسب للقيام برحلة. الخبر مناسب، لقد جاء مذكرا ومفردا، لذا سيكون المبتدأ مذكرا ومفردا. سنقول: الجو مناسب للقيام برحلة. الشجرتان نحتاج إلى خبر. المبتدأ جاء مؤنثا وجاء مثنى، إذن الشجرتان جميلتان. الجملة التالية: جديرون بالتكريم. الخبر جديرون، جاء الخبر مذكرا وجمعا، لذا سنقول: المتفوقون جديرون بالتكريم. أعزائي الطلاب، فاصل وبعد الفاصل مع التدريبات. عدنا إليكم أعزائي الطلاب لنواصل درسنا. حدد المبتدأ والخبر في الجمل التالية: الجملة الإسمية المبتدأ الخبر. الجملة الأولى: الحديقة مليئة بالأشجار. المبتدأ الحديقة، الخبر مليئة. الجملة التالية: فناء المدرسة واسع. المبتدأ فناء، الخبر واسع. القناعة كنز لا يفنى. المبتدأ القناعة، الخبر كنز. الجملة التالية: الفواكه مفيدة للجسم. المبتدأ الفواكه، الخبر مفيدة.
أكمل الجمل التالية بمبتدأ مناسب مع الضبط. الجملة الأولى: نائل الجائزة. نائل هي الخبر، الخبر مفرد مذكر، المبتدأ سيكون مفردا مذكرا، سنقول المتفوق نائل الجائزة، مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. الجملة التالية: الوردي طيبة. سنقول رائحة الورد طيبة، رائحة مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. أساس الملك. سنحتاج إلى مبتدأ، الخبر مفرد والخبر جاء كذلك مذكرا، إذن سيكون المبتدأ مفردا مذكرا، سنقول العدل أساس الملك، العدل مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. الجملة التالية: رأس النجاح. التعاون رأس النجاح، التعاون مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. أكمل الجمل التالية بخبر مناسب مع الضبط. الجملة الأولى: الأزهار في فصل الربيع. الأزهار متفتحة في فصل الربيع، متفتحة خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة. الجملة التالية: النجم في السماء ليلا. النجم مضيء في السماء ليلا، مضيء خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة. الله بعباده. الله رحيم بعباده، رحيم خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة. الحق على الباطل. الحق منتصر على الباطل، منتصر خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة. ثني واجمع المبتدأ في الجمل التالية مع تغيير ما يلزم. الجملة: أنت حريص على إتقان عملك. أنت للمفرد، عند التثنية أنتما، أنت حريص، أنتما حريصان على إتقان، أنت حريص على إتقان عملك، أنتما حريصان على إتقان عملكما. عند الجمع أنت للمفرد، عند الجمع أنتم، أنت حريص، أنتم حريصون على إتقان، أنت حريص على إتقان عملك، أنتم حريصون على إتقان عملكم. أكمل حسب المثال: يشتد الحر في فصل الصيف. الحر شديد في فصل الصيف، الحر مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، شديد خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة. ينال الناجحون الجوائز الكبيرة. الناجحون مبتدأ وجاء المبتدأ مذكرا وجمعا، لذا سيكون الخبر مذكرا وجمعا. الناجحون نائلون
الجوائز الكبيرة. تسهر الممرضات على راحة المرضى. الممرضات، سنحتاج إلى خبر. الممرضات ساهرات على راحة المرضى. أعرب الجملة التالية. الجملة هي: قراءة الكتب مفيدة للعقول. قراءة جملة اسمية بدأت باسم، هذا الاسم نسميه مبتدأ. إذن قراءة مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. الكتب مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. قراءة الكتب، ما بالها؟ قراءة الكتب مفيدة. إذن مفيدة هي التي أخبرتنا عن المبتدأ، وبالتالي مفيدة خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة. للعقول، اللام حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. العقول اسم مجرور بحرف الجر اللام وعلامة جره الكسرة. عزيزي الطالب، تذكر ما تعلمناه اليوم. أولا، الجملة الإسمية هي الجملة التي تبدأ باسم. المبتدأ اسم معرفة مرفوع تبدأ به الجملة الإسمية. أما الخبر فهو اسم مرفوع نخبر به عن المبتدأ في الجملة الإسمية. يتطابق الخبر والمبتدأ في التذكير والتأنيث والإفراد والتثنية والجمع. إلى هنا أعزائي الطلاب، نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا. أرجو أن تكون الفائدة قد عمت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.